دابا تنهضر معاك ها هما الحمد لله نطلبوا ربي الله يرحمنا برحمته، نطلبوا ربي الله يرحمنا برحمته، زعما هادشي نطلبوا ربي الله يرحمنا برحمته، زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد الاحساس خايب، احساس غريب وخايب وفشي شكل ما نقدرش نقول لك على ولادي. وليداتي ناعسين والعماره راك عارف ما تجي فين تهبط، كتقول انا بروميير ايطاج الا طاحت العماره كي غادي دير؟ ما عندكش كيفاش غدير وليداتك. كنقول للراجل خرجني بعدا غير الوليدات، تيلا هبطت العماره انا ماشي مشكل، بعدا وليداتي راه يهربهم باهم عنده يقدر يجري، انا الغلد ما نقدرش نجري. بقيت كنخاف وناعسين، هادي نط مخلوعه كتقول لي ماما مالكي مالكي، كنقول لها بنتي غير سكتي ما كاين والو ما كاين والو، صافي غير خرجنا الزلقة عاد حسيت بشويه بالراحه. وهكا كل هيبه فيا الخوف، كنقول دابا هي طاحت هاد العماره ولا هاد العمار، قلنا بعدا هنايا شويه بعدا راح دار البحر، بعدا على الاقل تاينا متنا هاج علينا البحر، بعدا غيلقاو ما ينقدوا، ما الا طاح على العماره كي غيديروا يجبدوك. راك شتي الاحداث اللي وقعت في تركيا، ما فيك ما يتجبد. وهذا الشيء شنقول لك الحمد لله الحمد لله. والخلعه جالسين ما بينا ما علينا، جات الاولى خفيفه، انا قلت يمكن مع الشقه وتمره يمكن غير الدوخه جاتني، صافي شويه الثانيه مجهده مشى الطرية تحركوا السرجم هكا تزعزع. كانوا وليداتي ناعسين، بقيت كنقول راجلي اعتق اعتق هز الوليدات اعتق، بعدا غير هرب الوليدات انا غادي نجي موراك. ايوا وخرجنا تنتجارا وتلقينا الناس كلشي برا الزلزال الزلزال، هربنا تما العمارات بعدا عتقنا شويه هنا، جينا جلسنا هنايا. دابا قال لك يمكن غتعاود شي وحده اخرى شي وحده، كلشي كيعيط قبيله ما بغاش يشد التليفون كاع، ما بغاش يشد الخط نهائيا. عينا عياو يعيطوا هما، نعيطوا حنا والو، انا عندي العائله في وجده عياو يعيطوا والو. عاد شد لك على الوالده مسكينه كاتبك، قلت لها بنتي سيري بعدو غير حدا العمارات. صافي جبت وليداتي وجينا فرشنا هنايا، عاد راجل جاب لنا قريعه الماء وحنا جالسين. ايوا خويا خلعنا هذا الشيء صراحه الله، وحنا جالسين في القبه مع شي الدراري. ايوا تخلعنا في هذا الشيء، الله يحط السلامه وصافي، والله يجي حتى هو ديال الخير وصافي. انا تخلعنا صراحه الله، هذا الشيء راه بزاف ما عمرش فينا كاع هادشي كاع، الله ما عمرش فينا هاد الشيء اللي وقع لنا هاد المده كاع، الله يحفظ وصافي، الله يرحمنا من عنده وصف. ايوا نطلبوا الله السلامه والعافيه، والله لا كلشي بخير، لا حتى هما راه هما في التمارا، الله يتصمم كامل، حيت راه تخلعنا خلعنا هادشي الصراحه الله، حيت رانا ما فخبرنا والو حتى حسنا بشي حاجه مشات وجات، الله يحضر السلامه وصافي، ونطلبوا الله السلامه والعافيه ان شاء الله وكلشي لجميع المسلمين، والله ينصر سيدنا محمد ان شاء الله. المهم كنا غاديين ما علينا ما بينا، كندورو شويه هنا، جيت لاكار شويه كيبان لينا دوك الحدايا ديال لاكار كيتحركوا. المهم انا ما حسيت بشي حاجه في الارض هكا ولا، المهم حسيناها بالحدايا ديال لاكار كيتحركوا بحال هكا، قلنا يكون شي ريح ولا شي حاجه. مجد شويه كيبانوا لنا الناس خارجين من ديورهم كيجريو وخارجين من القهاوي وكلشي يعني خارج مخلوع، والناس الثاني كلشي خرج، مشينا جات لوسيو جات كلشي يعني خارج، كلشي جالس على برا، ونطلبوا السلامة والحمد لله على كل حال، ونتمنوا ما ترجعش هذه الهزة هذه ونبقاو بسلام. وحركة ولا هزة أرضية خفيفة حسيت بها بأنها خفيفة، لأن بنت لي الثرية كتحرك شوية، ما درت شي رد فعل زعما مخلوع ولا شي حاجه، على حساب الاولاد الصغار وعلى حساب المراه والليل هذا والاخر، بقيت في بلاصتي وهذا هو اللي كاين. العائله ديالي كتعيط وكتسول والامور دازت سلامات الحمد لله الحمد لله. الصعيد الوطني يمكن راه هاد الهزه راه كبيره على الصعيد الوطني، حنا فقنا بها مجهده في التروزيام ايطاج كانت شويه قويه. لا ضروري خص الاحتياطي، خص اولا يخرجوا الى لو بلي بوسيبل، خص يخويو خاصه المناطق العاليه الاماكن اللي فيها العمارات خص يخويو، بحال دوك الرباط راه الناس على برا سي بون مزيان، ولكن الناس خص على الاقل يبعدوا واحد الفتره زمنيه حتى يتاكدوا بانه الهزه راه وقفات. واتصلنا بانه راه الصعيد راه مراكش وكازا واكادير ولو سونتر جو كرو كان في مراكش، على ما حساب داك الشيء اللي عطاو لو سونتر كان في مراكش، والحمد لله سلامات هنا على الرباط، الحمد لله سلامات ما وقعوش خسائر ولا لحد الان، هزه كانت قويه ولكن الحمد لله سلامات كلشي سلامات. بالنسبه للناس في شي ناس هبطوا مخلوعين من الدور ديالهم، وإنما كنطرى لهم والو راك عارف، بالنسبه ضروري ضروري كتطمئن على الـ
الاحوال ديال الدار ديالك العائله الجيران حتى هما والله يستر والله يحفظ جميع المسلمين وشكرا. كنت مع الدراري حدا البحر تنحس بالارض تهزات واحد شويه، كانوا نيت معايا الدراري راهما شاهدين علينا كلشي، ناضوا الناس اللي كانوا جالسين حدايا تخلعوا حتى هما، ناضوا مشاو في حالهم كاع، كلشي مشى لديورو باش يطمئن على والديه وخوته. مهم الحمد لله اللهم لك الحمد على هاد الشهادة، واتصلت بالوالدية ديالي والوالدة والوالد وطمأنت عليهم والحمد لله ما وقع لهم والو الحمد لله. الحمد لله نشكره على هاد الزلزال الخفيف اللي جا البلاد ديالنا وضرب في المملكة كاملة، والحمد لله ما وقع باس ما كانش أضرار اللهم لك الحمد. وكما كتشوف عباد الله كاع تخلعوا، حنا والدينا وخوتنا كاملين حنا تخلعنا عليهم، والناس اللي كنعرفوا واللي كنحبوا الاصدقاء والاحباب ولا فامي، والحمد لله ما كاينش شي اضرار اللهم لك الحمد ونطلبوا الله السلامه، وهذا هو اللي كاين والله يدير شي شاويد خير هذا هو اللي كاين.